طبعا ده اللحظه اللي فيها خرجت لاعيبه النادي الاهلي من المحاضره الفنيه. المحاضره يمكن خلصت بدري، احنا يمكن من دقايق شفنا مستر بيتسو موسيماني خارج، لكن زي ما قال لنا محمد توفيق من مقر اقامه الفريق انه اللعيبه بعد المحاضره ما انتهت قعدوا يتكلموا مع بعض. النهارده نتوقع يكون في وجوه جديده بتظهر في التشكيله، بعض اللعيبه ممكن النهارده تلعب في غير مراكزها، يتم يعني من مستر موسيماني يعيد توظيفها بشكل من الاشكال. الشناوي الحمد لله مطمنين عليه وجاهز، فرسي تاو نتمنى انه يمشي في نفس التراك اللي هو ماشي فيه الفتره الاخيره، كل مره